عندي سؤال ناس كثيرة بعتاه، بيقولوا عمرو جدد ولا ما جددش مع النادي؟ تاني؟ معلش لا، ما جددت هي جددنا سنة، سنة. عشان في حد كتب قريب انه عمرو السولية غاضب، الاهلي لسه لم يفتحوا في ملف التجديد، وانا طلعت قلت والله العظيم ثلاثة عمرو السولية، قال لي انا شخصيا ان انا جددت سنة ايوه، وان انا الكلام ده مبسوط في اجدد سنة الصيف. بسنة، سنتين يعني بسنتين، مش فارقة معايا، المهم ان انا موجود في النادي الاهلي. جددت سنة من كام شهر، يعني قبل الموسم ما يبدأ. الموسم القادم عمرو السولية متواجد مع النادي الاهلي وجدد عقده سنة. انا عقدي ينتهي شهر 6 اللي جاي. ومديت سنة لا، هو ده، شهر 6 انا اللي جاي كان عقدي ينتهي 6 اللي فات ده، 6 وجددت سنة يعني انت لحد 6 اللي جاي، لحد 6 اللي جاي. ما لسه ما جددتش السنة الجديدة. لا لا، لسه. يبقى احنا بنتكلم على السنة السابقة يعني، بس انا قعدت معاك انا فهمت ان انت مديت سنة كمان جديدة، لا، ما هي كانت السنة خلصت، كانت كانت انا مع خلصت. بداية السنة. متأسف، صح. مع بداية الموسم جددت موسم كمان. يعني بس في يناير بقى المفروض النادي الاهلي يتكلم معاك من اول وجديد. إن شاء الله. عمرو، بالتأكيد أمنية حياتك انك تعيش في النادي الاهلي وانك تعتزل في النادي الاهلي، شايف انه حياتك كلها وشايف انه ارتباطك بالنادي الاهلي وحب الجمهور ليك، حتى لو الاهلي بيقول لك سنة بسنة، انت ما عندكش ادنى مشكلة في هذا الامر؟ ما عنديش مشكلة طبعا، يعني أنا إن أنا أبقى موجود جوه النادي الأهلي ده نعم. لحد آخر يوم ليا في الملاعب، يعني طبعا يعني أتمنى ده. الواحد بيعمل اللي عليه وبعد كده بيسيب الباقي على ربنا، يعني سواء بلعب ما بلعبش، أهم حاجة إن أنا بتمرن كويس، وفي الوقت اللي ببقى موجود فيه بعمل اللي عليا وأكتر. النادي الأهلي شايف إن أنا ليا فرصة إن أنا أكون موجود، هكون موجود. ما فيش فرصة ان انا اكون موجود، يعني خلاص، يعني هبقى بعد كده هشوف يعني مكان تاني لا، مكان تاني. انت في النادي الاهلي، ان ان احنا شاء لينا الله. دراما ولا ايه؟ لا، لا، انت في مش النادي دراما ولا حاجة يعني، لا بس في النادي ان الاهلي ان شاء شاء الله الله، يعني. ومكمل في النادي الاهلي لانه انت لعيب قائد ولعيب مهم جدا في الفرقه، ومن اللعيبه اللي لهم بصمه ولهم دور مهم جدا ان شاء زي ما الله. انت قلت، سواء اساسي او احتياطي، وجودك في الملعب حتى لو احيانا بيبقى لفترات قليله مش كبيره، لكنه بيفرق جدا مع النادي الاهلي ومع لعيبه النادي الاهلي.